كما كتشوف اليوم كاين واحد الملف اللي اليوم امام السيد وكيل الملك ديال مدينه سله. تحيه الرجال ديال القضاء وتحيه الرجال ديال الامن. حنا واحد الضحايا، مجموعه ديال واحد الضحايا ديال عصابه سرقه السيارات اللي كينتميو على حساب القول ديالهم هما كينتميو لشركه تحصيل الديون، يعني تيقول لك حنا خدامين مع شركه تحصيل الديون، ولكن الاجراءات اللي كانوا تيقوموا بها الناس هادو غير قانونيه باش كيسترجعوا واحد السيارات، يعني ما كانوش كيقوموا بواحد الاجراءات اللي هي قانونيه، اللي هي حضور مفوض قضائي وحكم قضائي ومفوض قضائي والانابه والصيغه التنفيذيه، ويشعروك بان ديك السياره ديالك مسترجعه عن طريق الحجز او هي بواحد الصيغه كما تنقولوا قانونيه. هاد الناس كيجيو كيسرقوا لك الطوموبيل ديالك، كيديو لك الطوموبيل ديالك واحد المستودعات اللي كاينه في عمق الجمل، والمستودع كاين في طرق عكراش، وكاين بعض المستودعات في مدينه الدار البيضاء. صاحب شركه تحصيل الديون اللي تيقول مخدم هاد الناس هو تعتقل، تعتقلوا عدد ديال الاشخاص دابا اللي معتقلين 13 شخص ومفوض قضائي. هاد الناس الاجراءات اللي تيقوموا بها باش يسترجعوا بها السيارات غير قانونيه، هي سرقه، بل هي سرقه كتبت بان سرقه. وكاين الناس ضحايا اللي معنا، السيده معنا من الخميسه تقلبوا بها الطوموبيل، السيده في طنجه الدوليه الطوموبيل السياره ديالها مقابل شي 7 مليون، السيد في طنجه الدوليه واحد الكاميو ديال الدجاج حتى هو مقابل 4 مليون، يعني كاين ابتزاز. هاد الناس هادو دخلوا واحد السرقه وابتزاز والنصب. العدد ديال الضحايا كاين العشرات ديال الضحايا اللي كاينين، والاستاذ ديالنا اكتفى بواحد المجموعه، يعني ما بغاش الملف يزيد يطلب ضحايا كثير. ودابا ملي كيشوفوا حتى المواطنين المغاربه وخوتنا المغاربه ملي كيشوفوا عبر التواصل الاجتماعي وعبر المنابر الاعلاميه بان هاد الملف راه رائج، شحال واحد دابا تعرض لهذا الظلم هذا وما عرفش الملف كيفاش، ما عرفش من البدايه، فهمتيني؟ حنا كنناشدوا اي واحد تعرض لهذا التظلم ديال سرقه السياره بدون اجراءات قانونيه وسرقه يجي الملف مفتوح في مدينه سله. بالنسبه للتقديم انا قلت لك الملف دابا تقدم واحد الشخص اللي كينتمي مع شركه تحصيل الديون، تيقول انا على حساب القول ديالو بان خدام مع شركه تحصيل الديون. اليوم داز امام السيد وكيل الملك، والملف عندنا نهار الخميس، وعندنا ملف عاوتاني نهار 30 في الشهر ان شاء الله. شتات في القضيه والملف تم تاخيره اليوم الخميس ان شاء الله، اللي كيصادف مرور واحد الملف اخر حتى هو رئيس في المحكمه، وتقدمنا بطلب ضم الملفين لاعتبار على انه وحده الموضوع، وحده الجريمه، وحده الضحايا. واليوم الخميس نشوفوا المحكمه واش مثل لنا في الضم. غيبقى الملف ديال التحقيق ربما اليوم الا كان واحد الاسبوعين وغينتهي فيه التحقيق وغيتحل المحكمه ان شاء الله، وديك الساعه غنواكبوا الامر بالاحاله ديال قاضي التحقيق، سواء هنا سواء الامر بالاحاله لمحكمه السيناف. عدد المعتقلين استاذ عصام؟ وامر كما صرحت هو مؤسف، تقريبا 13 معتقل ما بين اللي شي 7 ولا 8 في قاضي التحقيق وشي 4 ما بين الاحاله المباشره من وكيل الملك للمحكمه، مع انهم متابعه معتقلين لخطوره الافعال بناء في القرار ديال وكلهم متهمين، ما يمكنش اللي تم الاعتقال ديالهم. واش هل هناك متهمون زعما واش باقيين في حاله فرار؟ زعما واش باقي شي وحدين ما تلقاش عليهم القبض؟ باقيين شي 3 ولا 4 في حاله فرار باقي ما تلقاش عليهم القبض. اما واش المتهمين يعني اللي تم القبض عليهم واش اعترفوا بالجريمه اللي اقترفوا؟ تنظن النيابه العامه ولا قاضي التحقيق ما يجيش ويعتقل. ثانيا هو الاعتراف ماشي اثبات بحد ذاته، وكاين الناس اللي معترفه، كاين الناس اللي ما معترفاش، ولكن عندها قرائن ضدها، عندها شهود مصرحين في مواجهتهم، عندهم الضحايا تعرفوا عليهم، ولا سيما الملف ديال التحقيق اللي فيه واش واحد كان ضابط شرطه قضائيه غيجي غيعترف لك تلقائيا في محضر الاستماع ديالو يقول لك بالفعل انني قمت بالسرقه؟ بيان سور خص تكون، ولكن كانت الحنكه ديال الشرطه القضائيه انهم داروا واحد المسطره وضحت الصوره بصفه عامه، وديك الصوره كتوضح الاثار ديال الجريمه اللي تعرضوا عليها. تصفيه حسابات، حنا باش بالوضوح نوضحوا الامور، ما باش هما تيقولوا تصفيه حسابات ما بين واحد المفوض القضائي اللي صرح اللي كان عنده معاهم واحد النزاع. هذاك المفوض القضائي اللي تيقولوا اننا كنصفيو به حسابات بالنسبه لنا شاهد حددناه بناء على طلب عبد الربيه، تقدم بالشهاده في واحد الاطار، خرج على الشهاده شغلهم بيناتهم. بالنسبه لي انا شاهد في هذه المسطره، بالنسبه لي في مسطره اخرى ممكن، اما ما دون والا كان شاهد الا كانت تصفيه حسابات والضحايا كلهم اللي تيخرجوا تيصرحوا بان السيارات سرقات وتعطيو ما يفيد، كيفاش غنديروا لتصفيه حسابات؟ غنصنعوا قضيه؟ زعما حنا عندنا الدرجه ديال 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 الفطنه اننا نوصلوا نصنعوا اطراف ونصنعوا ضحايا مفترضين، ذو اطراف ضحايا بالاساس انه وانهم تيطالبوا بحقهم وفق القانون، ما خارجينش على نطاق القانون. الا كانت تصفيه حسابات راه المحكمه غتفصل، غير حنا راه ما عندنا علاقه لا بزيد لا بعمر لا الى اخره. هذاك السوق المارشي ديالهم ديال التحصيل راه حنا ما عندنا، ما كنصفيو لحد ما كنخليو لحد، حنا بالنسبه لنا عندنا خصومه جنائيه شريفه مع واحد الاطراف. وباقي الملف ما اكتملش، باقي شي ناس باقي في حاله فرار، باقي واحد السيد اللي كان كيقدم راسه مفوض قضائي باقي ما باقي ما خرجت اعلامي ديال العائله ديال الضحايا اللي تيقولوا هذا كنرد عليهم انا اللي كيخرجوا كيقولوا كيخرجوا كيقولوا ولدهم بارئ، ولدهم ما دار والو، ولدهم راه ضرب بوليسي، علاش ما تخرجش هي وخو
خوه اللي كيخرج خوه كيقول لك انا ولدي انا خويا بريء خويا خوك راه تضرب 3 شهور بانوا عليه الفلوس راه بانوا عليه الفلوس بواحد الكم هائل راه بان عليه 4 ديال لي بورطابل ايفون 4 ديال الايفونات نتوما راه العائله المغربيه العاديه راه معروفه راه كان يعني دار بوليسي مبحوث هو كان مبحوث عنه على 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 ولد بوليسي وكتناشد وكتعيط وكتقول السيد الحموشي واش انت غتعيط للسيد الحموشي وانت وانتم ضاربين رجل من رجالات السيد الحموشي هذاك راه رجل امن راه تقام على الدوله بفلوس صحيحه راه خسرات عليه الدوله عامين ستاج راه خسرات عليه قراته ويجي واحد ضاربو وتخرج وتقول له بريء اما بريء شختي المره الجايه ملي تهضري حنا بحال كنقولوا حنا كلشي حنا كنقولوا عندنا كريديت كورونا حنا عندنا سي مواد كورونا ومشينا عندهم لاجونس وقالوا لنا ديك سي مواد كورونا غتبقى حتى الاخر حتى للطريطه الاخره وغنرجعوا ليها ووافقوا لنا في الاخر طوموبيل مشات كيفاش الله اعلم ما كاين لا حكم يجيك واحد الشفار يقول لك انا مفوض يجيك واحد كيخلع يقول لك انا شرطي هو راه كان في الامن ما بقاش من الامن علاش انت اصلا علاش انت مطرود من الامن علاش علاش كون ما كانش كون ما فيك شي صفه خايبه ما غتكونش مطرود من الامن شحال تقريبا من الضحايا اللي كاينين في مافيا مافيا السيارات حنا بعدا اللي كاينين حنا حاليا وتيقولوا داروا تكوين عصابه حنا كوننا عصابه حنا ماشي كوننا عصابه حنا لان عندنا نفس الموضوع وعندنا نفس الشكايه ضمنا قاضي تحقيق جمعنا قاضي تحقيق ملي شاف نفس الموضوع نفس الشكايه نفس الاشخاص جمعنا في واحد الملف وكيغالطوا كيغالطوا القضاء وتيقولوا القضاء قاضي التحقيق راه ما حط يده في هذا الملف حتى كيدير ثلاثه السوايع مع الشخص الواحد وكان اديو لي يمين انا قاضي التحقيق جزاه الله بخير الاول ما دخلت قال لي حلفي غتادي لي ادي لي يمين باش تقولي الحقيقه ثلاثه السوايع مع كل واحد اللي عاد عطى كلمته القاضي التحقيق الله يجازيه بخير في هذا الملف هذا وهما الاعلاميه ديال زوجة الصوت كيعطيو هذيك السيده بعدا اللي كتهضر على راجلها تسمح لي بزاف تسمح لي بزاف كنقول لها سمحي لي بزاف خرجتي كتهضري كلشي كذوب نهار الاول جيتي عندنا كتبكي انا شخصيا طلبتيني قلتي لي اختي عطيني التنازل قلت لها راجلك ما عنديش انا راجلك عند 4 ديال الضحايا وحده قالبها بطوموبيل حامله عندها شهرين كونطابل في خميسات وحده قدم راسو مفوض قضائي وخدم عندها الفلوس وجيتي كتطلبينا وكتزوقي فينا وكتقولي لنا عافاك ديروا لي التنازل من بعد جيتي قلبتي الدوسي بديتي كتقولي حنا دايرين عصابه وحنا ياك انت كتطلبينا والتجاره شكون اللي متاجر فينا شكون متاجر فينا واش انا عندي حق هذا عنده حق حنا عندنا حقوق وغادي غنديروا عصابه ديالاش راه راجلك اللي كندير عصابه وراجلك اللي الله يحسن العوان خرج ميل في موسخ ما لقى فين يخدم مشى عطى راسو لهاد الخدمه هادي وما بقاش تخرجي تقولي راه داروا عصابه راه انت اللي كنتي كتجي تطلبينا وكتزوقي فينا وكتقول لنا كتبوا التنازل راجلي راه عندي غنعطيك الاماره راه عندي جوج بنات كيقراو القضات وراه بناتي غيتشوهوا وراه ودابا خارجك وكنا غنحنوا فيك كنا غنحنوا غنهزوا يدينا غير على داك السيد على وجه دوك البنات ساعه ملي خرجتي كتعطي مغالطات وخرجتي كتكذبي وخربتي كلشي قلبتي خلي القضاء ياخذ مجراه